خدنا بقى مرحله الناشئين والشباب والناشئات وطلعنا وبقينا ابطال الجمهوريه. ايه اول بطوله دوليه قالوا لك المنتخب طبعا خدوكي، اول بطوله دوليه تفتكريها رحتيها وانت اول مشاركه اول سفريه ليك بره مصر في بطوله دوليه؟ أنا قبل ما أخش المنتخب في 2009 سافرت مع النادي الأهلي كذا سفرية دولية في 2007 و2008، ويمكن أول بطولة أتذكر إن هي كانت تبع النادي الأهلي. أنا كنت للأسف وأنا صغيرة بتسم بالباور زيادة عن اللزوم. سوبر انرجي. كان باوري عالي قوي، فطبعا احنا اطفال بقى صغيرين يعني، فما ينفعش اصلا ان انت تلمس اللاعب اللي قدامك، فخبطت بنت جامد قوي في وشها فطرت. والله بقى بدل بدل ما اجيب اول جبت تالت. وحشه دايما، بداياتي دايما وحشه، فبدل ما اجيب اول جبت تالت. بس الحمد لله من بعدها البطوله اللي بعدها جبت اول، ودخولي مع الخبره بقى. الخبره طبعا لان التحكيم بره غير هنا غير جوه يعني، تبقى الدنيا. فدي كانت اول بطوله فين مع النادي الاهلي؟ كانت في بلغاريا. بلغاريا. والتانية كانت إيطاليا، وبعد كده دخلت المنتخب.